السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم تشارك المسكر، وصفه كورن دو غازيل، الحلوه هذه التقليديه المعروفه اللي نلقاوها في المناسبات في الاعياد. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونمر على بركه الله المقادير والتحضير. عندي هنا كاس زيت وكاس زبده طريه خرجتها من قبل، تكون طريه مليح، ما تذوبوهاش، خليوها تولي طريه برك، وكاس حليب ومغرفه كبيره سكر رطب ورشة ملح، والفارينة يدي لي بين 450 حتى 500 غرام. دونك ان فيغ دويل، ان فيغ دو بور مو، اي ان فيغ دو لي، اي كويير ا سوب دو سوكر غلاس، بانسي دو سيل، لا فارين انتر 450 غرام اي 500 غرام. اي لو فيغ ايسي اي في 130 مليليتر، الكاس هنا يدير 130 مليليتر. دونك نبدا بالزبدة. Je commence par le beurre et le sucre. Zibda ou sucre, nkhallatouhom mliḥ. Nzid zit. Zit kas zit. Hakda nzid nkemmel nkhallat, ou mbaʿd nzid lḥlib. Le lait. Ou nbda nzid lfarina. Lmelḥ ani zidtou maʿ l fi lbidaya, dirtou maʿ lzibda ou sucre. وهنا نزيد الفارينة، دالي خمس كيسان، الكاس تاع الفارينة يدير واحد 100 غرام، يعني 500 غرام تقريبا، 500 غرام هكذا. هكذا نتحصل على عجينة طرية. وهنا نجيب الميزان باسكو حبيتهم يجيو كل قد بعضهم، لا حبيتو يجيو قد بعضهم وزنوهم. انا هنا درت 30 غرام، 30 غرام لابول كوريات، 30 غرام تقدروا ديروها بين 25 حتى 35، انا خيرت الوسط. هكذا شفورم دي بول، ونغطيهم فيلم اليمونتير ونديرهم في الثلاجه تقريبا نص ساعه. جيزي ميو فريغو 30 مينوت. وهنا نروح ندير العقده، الحشوه ولا لا فخس. ندير 3 كيسان لوز مرحي، انا شيتو هكذا وحمستو غير شويه، وكاس سكر، دونك 3 مزور دو داموند افيك لو ميم فير، دي اموند اون بودر بلس اون مزور سكر سكر، وكانيل قرفه، ولو دو فلور دورانجي وما زهر، نلم به الحشوه هذه. دونك يفو با ديرو مزهر بزاف حتى يشمخ لكم، باسكو اللوز يشمخ في ساعة. فو با مات بوكو دو دو فلور دورانجي. نتحصلو على عجينة هكذا تاع اللوز عقدة، ما ديروهاش مشمخة بزاف، ونوزنها. ندير دي بتيت بول دو 10 غرام، بين 10 حتى 12، دونك بين 10 حتى 12 غرام، انا هنا درت 10، ونحلهم شوية حرابش هكذا نوجدهم على فونس. وهنا بعد ما بردت العجينه تاعي خرجتها، ندير هكذا ان بتي بودا ونحلها برسك ان فورم اوفال، حلوها تقريبا بيضاويه الشكل، وحلوها. ومن بعد نجيبوا اللوز ونشكلوا الحلوه تاعنا كما راكم تشوفوا، وتغطوا مليح العجينه مع اللوز باش ما يقعدش الهواء لداخل. والجهة الأخرى هذيك سبطوها مليح، كسلوها مليح باش تلصق هكذا، يعني أعدلوا الحلوة تاعكم مليح، العجينة والشكل هكذا. نزيد واحدة ثانية معكم كما راكم تشوفوا، وندير العقدة تاعي. هكذا أعدلوها مليح، نسكرها مليح ونزيد نعدلها جلاغول، ونشكل الكرواسون تاعي. والان ندخلها في الفرن على 180 درجه بين 15 حتى 20 دقيقه، 180 دغري انتر 15 و 20 مينوت. وهاكم تشوفوا انا حبيت نطيبها مليح باش ما تقعدليش عجين الداخل. وهنا عندي مزهر، نزيد له مغرفه كبيره سكر طب،
l'eau de fleur d'oranger, plus une cuillère bien bombée de sucre glace. خلط مليح. والحلوة لازم تكون بردت مليح، يفو ليسي لي جاتو غفوادير. وهنا نغطسهم جليتهم دون لو دو فلور دورانجي، نغطسهم نغطس ربعة ولا خمسة ونلوحهم في السكر ومن بعد نكمل، ما تغطسهمش الكل في مرة واحدة. في ال دونك هنا عندي زوج صحن، زوج صحون ولا صحنين فيهم السكر الزوج، دو سالادي بلان دو سكر غلاس. حلوة هذه، تدي السكر رطب بزاف. دونك نخلط نسكرهم في الصحن الاول ونزيدهم في الصحن الثاني وندورهم مليح 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 في السكر حتى يشربوا السكر مليح. دونك جلي غول دون لو سكر غلاس دو فوا بيان، جلي غول بيان بيان دون لو برومي سالادي بي لو دوزيام، ومن بعد نحطهم يشيحوا. جي لاسي شي كلكو زور، خليهم هكذا ساعتين ثلاثة يشيح مليح الحلوة هذه باش نعقبوا للمرحلة الأخيرة. دونك هنا نكمل الحبات ومن بعد كسا نولي لكم. والآن كما تشوفوها من بعد ما شاحون نمسحهم مليح مليح، نرطبهم من فوق. دونك لا ابخي دو زور جونليف ليكسي دو سكر، جليس لا سيرفاس كما راكم تشوفوا هكذا. فوالا نعاود هكذا نعدلهم مليح، ومن بعد كي نخلص كون فيني تو لي لا يا كو 3 مي يعني هنا حبيت نوريكم برك في ثلاثة، نزيد نرش عليهم السكر، جو سو بودغ لو سكر غلاس على فان. وهذا هو كما تشوفوا النتيجة النهائية، او هنا مام التوريق نشوفوه كما راكم تشوفوا يجي يذوب في الفم يجي رائع. فوالا هذه هي الحلوة تاعنا، فوسي لي كون دو غازيل، شهية طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.